السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يسلمك يا شيخ، معلش بس ممكن يا شيخ مش فاهم الفتنة اللي استعرض لها داوود بالنسبة للخصمان، ممكن حضرتك توضحها لي كده باختصار يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم يأتي نص صريح في تفسير قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أما الذي يذكر من الإسرائيليات في هذا الصدد من أن داود عليه السلام رغب في امرأة أحد الجنود فأرسله للقتال فقاتل حتى قتل وتزوج امرأته، وهذا من الباطل الذي لا مستند عليه، وهذا يتضمن الطعن في أنبياء الله الكرام الذين زكاهم الله تبارك وتعالى.